عندنا ادب واختلاف. مهم جدا يبقى عندنا ادب واختلاف. اختلف معاك في الفكره في رايك، انما مش مختلف معاك كشخص. انت شخص محترم جدا في نظري وكويس جدا، بص في وجوه يقول لك اصل مش عارف ظروف الناس ايه. لا، الابتسامه مش محتاجه ظروف. الفلاح زمان اللي ما كانش لاقياكل وقاعد وقاعد كان بيعرف يضحك، لانه كان عنده حته منها اسمها القناعه. ده من صالون الجراح الثقافي الاستاذ الدكتور جمال مصطفى للمستشار احمد الزني. مش هنقدر نتكلم بتجربة، عارفين حائط الصد ايام الاخوان، ولو استرجعتوا المواقف كلها فاحنا كلنا بنحييه وبنكرمه بحاجه رمزيه وهي درع التميز. ثلاث حاجات ماشي معلم دكتور. هنا دكتور نرجوكم كل النقط المتانه دكتور، لان اهم شيء في هذا الخط ما زال موجودا ولم نلتقي ببعض. سوف نسعد بسماعي. اذكر نفسي واذكركم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يا ايها الاب الغائب عن ابنائك او المتغيب، يا ايتها الام المدلله اكثر مما ينبغي، انظروا الى مدارس ابنائكم وبناتكم. لا يجوز لشاب يدخل في عالم الرجال ان يلبس بنطلونا ملتصقا بجسمه وكانه يحاكي الفتيات، ولا يجوز لرجل بمعنى كلمة رجل وأم بمعنى الأم أن تترك فلزة كبدها تنزل الشارع ببنطلونات كلكم شفتوها وعرفتوها. وأسفي على المؤسسة الدينية التي لم تخرج بيانا واحدا بحرمة هذا، وعلى المثقفين الذين يدعون أنهم هم رسل الاستنارة في المجتمع بأن هذه حرية شخصية. لا، ليست حرية شخصية. ما نرتديه من ملابس يدخل في إطار الذوق العام والآداب العامة. أردت أن أبرئ ذمتي أنه مش ممكن بنت هتظهر في الشارع بهذا المستوى ويأتيها رجل ليتزوج منها.